أحبتي في الله، الفكر التكفيري بدأ من أيام الخوارج ومن أيام سيدنا علي بن أبي طالب، وكان أصحاب هذا الفكر قد خرجوا على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وخرجوا من قبل ذلك على سيدنا عثمان بن عفان حتى قاتلهم الإمام علي، قاتلهم قتالا ما بعده قتال، حتى أراد الإمام علي أن يفنيهم عن آخرهم، ولكنهم كانوا يتكاثرون. ومع كل هذا أراد الإمام علي أن يوعظ الناس في هؤلاء بقتاله لهم، وأن يقول للناس إن هؤلاء خوارج عصري، فما يأتي من بعدي على شاكلتهم فقاتلوهم، لأن فكرهم تكفيري وتدميري. انتهت أسطورة الخوارج العظمى على يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وظهرت في أيامنا أو في الحديث من أو حديث العهد من أيامنا، ظهروا بعض الخوارج أيضا الذين يكفرون الناس تحت أي مسمى وتحت أي لقب. ظهرت جماعة تسمي نفسها جماعة الخلاص، جماعة بتخلص الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأرادوا أن يقيموا شرع الله، وأرادوا أن يتخذوا منهم خليفة في الأرض، وأرادوا أن يسيطروا على منابع كل أمر فيه دين، وأرادوا أن ينشروا هذا الفكر، علما بأنهم ضالين ومضللين، علما بأنهم لا يمتلكون فقها دينيا ولا دنيويا. فيقول رب العزة جل وعلا لهذا الفكر: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ربنا سبحانه وتعالى بيصف طائفة من الناس بأنهم كاذبين، بأنهم سينشرون فكرا تكفيريا كاذبا، يكفرون من خلاله أو من خلال أفكارهم الناس والحكام وعلماء الدين، ولم يتركوا أحد إلا وكفروه إن لم يكن من أتباعهم. لذلك يجب علينا أن نحتاط من هؤلاء، يجب علينا أن نقيس الأمور بمقياس الدين والعقيدة. إذا قست كل الأمور بالدين ستنجو، بدون مش عايز كلام تاني. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، يبقى خدوا فكر معين وخدوا أمر معين وساروا به وأرادوا أن يزرعوه في عقول الآخرين، تدمير، فكر كله تدمير. شفتوا التتار كده كانوا بيدخلوا، أو المغول أو كانوا يدخلوا على البلد يولعوا فيها ويبهدلوا فيها ويقتلوا النساء والرجال والأطفال، فكرهم كده كله كافر ما عدا اللي معانا بس، هم دول المؤمنين، كل يستحق القتل ما عدا إحنا، النساء الناس دي كلها حلال لينا ونساءنا إحنا حرام على الناس. خدوا أفكار كلها دناءة وحقارة في الزنا والتطاول وفي السرقة وفي القتل في كل الأمور. فاحنا عاوزين نحتاط من هذه الشرذمة القليلة جدا التي تعبث في عقول الشباب. لذلك المولى سبحانه وتعالى عندما يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
الخطاب لأهل الكتاب، لأهل الكتاب، ولكن نحن أحق من أهل الكتاب، لأن القرآن قرآننا وهو ديننا وهو دستورنا، فالخطاب لنا أولى من أهل الكتاب. فالمولى يقول لا تغلوا في دينكم كما غالت أهل الكتاب وقالوا إن عيسى ابن الله، وقال عزير ابن الله، وقالوا أقاويل كثيرة، وقوم نوح اتخذوا من أهل الصلاح فيهم عبادا عبدوهم، وكذلك اتخذ اليهود عجلا عبدوه، وغير ذلك غالوا حتى زرعوا في أفكار من حواليهم أنهم على حق، غالوا في الدين. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كل حاجة يقول لك حرام، ما تلبس الجلابية دي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسهاش، اوعى تتفرجوا على التلفزيون، ده ما كانش على ايام النبي عليه الصلاة والسلام، اوعى تاكل بالمعلقة دي، المعلقة دي حرام. هو النبي عليه الصلاة والسلام كلب معلقة؟ اوعى تاكل، كل ده بقى حرام. ايه ده، ايه ده، اوعى تركب عربية، ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيها على ايامه عربيات. طب امال انت بتلبس ليه وبتاكل ليه وبتنام على سرير ليه؟ هو كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام في سرير يا اخويا، لما انت بتنام على سرير النهارده، كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان في سلاح ببندقيه، ما تستعمل يا عم السيف زي النبي عليه الصلاه والسلام. كان بيركب النبي عليه الصلاه والسلام عربيه بخاريه، دراية بخاريه، ولا كان بيركب عربيه مدرعه؟ ما تركب جمل يا عم زي النبي عليه الصلاه والسلام. انما هم افكار في دماغهم، هم المرأة ما فيش حاجة اسمها زواج بمأذون والكلام، هو كده تعال زوجيني نفسك، زوجتك نفسه خلاص. إنما نقعد نكتب ومحكمة ومش عارف شو، نكتب جايمة ونكتب، ما فيش الكلام ده. يا سلام، طب أنت بتعمل كده لبنتك؟ ده اللي بيجي لبنتك بتطلعه من قدامك ميت. إنما غيرك، غيرك تموت وتفطس وتحتيك. إنما الحاجة اللي ليك أنت، لا. مين عاوز يروح الجنة؟ ويجيبوا ناس يجندوهم عشان يروحوا الجنة. طب ما انت اولى يا اخي، طب ما انت اولى تروح الجنة عنه هو. انت مش بتنادي الحور العين مستنياك؟ طب ما تروح انت يا عم للحور العين دي. انما يجيبوا الناس التانية يملوا افكارها، الناس اللي بيمسحوا مخهم في الاول وبعد كده يملوه زي ما هم عايزين. الحور العين مستنياكوا في الجنة، طب هو يا اخويا، طب ما تروح انت، ما انت اولى، ما تروح انت للحور العين بتوعك. لا، عند في مغالاة في الأمور بتخلي الناس يعني